يسدد ونتابع يتقدم يا رب. للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد. للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد. الديربي يشير إلى الفورميجا للمدينة القديمة للون الأحمر. يا نهيري محمد نهيري في اللقطة الماضية على طريقة بانينكا، انظر إلى كرة الملعقة. يا سلام يا سلام على ركلة الجزاء، على الهدوء في أجواء ديربي، في ضغوطات ديربي تتلاعب بهذا الشكل. أي قلب وأي برودة أعصاب وأي كرة استقرت. نشاهد العودة، هل يعودون؟ بيرسل الكرة يا رب. الديربي يعودون إلى مدرج المجانة، يعودون إلى درب السلطان، يعود إلى مقهى يا صالح، إلى رجاء الشعب، إلى النسور. يحبون ويعشقون أنديتهم، انظروا كيف تفعل، انظروا كيف يكون التأثير يا رب. رسم الوداديين مرة أخرى للارتفاع من جديد. هدف سجل المدرب، سجل المدرب، دخل أيمن الحسوني لمثل هذه النقطة، لمثل هذا الموعد، لمثل هذا الديربي، لمثل هذه الليلة. هل شارك من أجل هذه الرأس؟ الله على الكرة الرأسية. يا ودادي يا ودادي ودادي، كانتاري كانتاري كما يرددون. الرقم 20، الرأسية تأتي، بركان في المدرج وبركان في الفريق. وينرز هنا والتراس الرجاء، ولكن شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف المنتصرون، شوف المنتصرون. انهم بهذا المسمى، انهم بهذا اللقب، انهم بهذا الاسم. الوينرز ليس لقبا فقط، ليس لقبا فقط، انه الوداد، انه الوداد. للدار البيضاء خط احمر اسمه الوداد، اسمه الوداد. بالتاكيد مشاهدينا متابعينا في كل مكان، فرحة كبيرة جدا يتقدم من خلالها الفريق. هل كان ايوب الكعبي، هل كان ايوب الكعبي؟ انظر الى الدموع، يا لها من ربع ساعة بعد ان سجل فريق الرجاء. اعتقد الجميع بانهم عادوا. ايوب الكعبي يظهر، رأسية من ايمن الحسوني، وبعد ذلك هدف ياتي. شوف فرحة زوران، شوف فرحة المدرج المجنون. الوداديون الان يحرقون الملعب، يا لها من لحظة. شوف اللمسة، شوف الهفوة، السرعة، المهاجم الهداف في القناص لعبها، القدم اليسرى. نظرة واحدة تكفي، لعبة واحدة تكفي. الوينرز ليس لقبا فقط، انهم فعلا منتصرون. الكرة تعود من جديد، وصلت إلى أيمن الحسوني. الله الله يا رب، الوداد إلى الدور القادم، إلى الدور القادم بهدف بديع. نعم نستطيع. الوداد بصوت عالي، نعم نستطيع. بهدف بديع، بهدف بديعك. الله على أربعة، أربعة ثقيلة جدا. أكبر انتصار في تاريخ الوداد، في تاريخه في الديربي. لم يسبق أن تجاوزوا ثلاثة أهداف مع بديع، تجاوزوها. ماذا فعل الوداد اليوم؟ انظر إلى التمريرة الساحرة، يا رباه يا الحسوني. أي بديل قلب الطاولة، أي ورقة كانت رابحة غيرت كل شيء. سجل هدفا وساهم في صناعة البقية. يا حسوني كيف تبقيه يا زوران في الدكة؟ هذا أساسي، هذا أساسي. 4-1، الكرة بتتبرر، بينية للرجال.
بينية للرجاء، بينية للرجاء، ما زال الرجاء، ما زالت الفرصة، ما زالوا في الملعب، ما زالت عن طريق البديل الآن، عن طريق البديل الآن، 4-2، لم يخرجوا، ما زالوا في أرضية الملعب. يا الله يا جمال السلامي، باقي ربع ساعة والمطلوب هدفين، والهدفين من الممكن وصولهم. شوف التمريرة البينية، شوف من بديل إلى بديل، أنس جبرون في اللقطة الماضية، أنس جبرون، وبالتأكيد أحداد البديل اللي سجل، أحداد بالتأكيد يسجل الرجاء، ومحسن متولي للرجاء، ياتي للرجاء يا رب يا الله، لم تنتهي بعد، بل بدأت الآن، إنهم يتحدون الضغوطات، تسجل علينا على طريقة بانينكا، أسجل على طريقة بانينكا، يردونها هنا، تيفو مقابل تيفو، بلنتي مقابل بلنتي، محسن متولي تحت كل هذه الضغوطات تسجل بهذا الشكل. يا أخي مستحيل هذا اللي نشوفه، شوف اللقطة، شوف التثبيت، شوف الهدوء، شوف ركلة الجزاء، شوف 4-3، شوف تربي للتاريخ، شوف الريمونتادا التي قد تأتي. سيتمسكون بكل الآمال، كرة عرضية رأسية، مستحيل، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، السطر الأخير يكتب باللون الأخضر، يكتب بلون الرجاء، يكتب بلون النسور، يكتب بمدرج المجانة، يكتب على درب السلطان، يكتب بمقهى بويا صالح، إنه رجاء الشعب، ريمونتادا تاريخية عالمية، كمباك خيالي، 4-4، من الذي ارتقى؟ أي رأس قفزت؟ أي كرة استقرت؟ أي نهاية؟ أي ديربي؟ 4-4 أصبحت للرجاء وليست للوداد، باركنا تأهل الوداد، الرجاء يقول بارك لنا الآن، مبروك يا رجاء، مبروك لرجاء الشعب، مبروك للنسور.